الجديد ديالي القديم واللي يلاه خرج المقبل. الوغ يلاه صدرت من هذه 3 شهور اغنيه عراقيه من كلمات سيف الفارس، الحان ادهم، توزيع ميثم علاء الدين، وقلبي يوجعني. والحمد لله كانت الاصداء جميله وايجابيه، والعمل المقبل ان شاء الله يكون عمل مغربي 100% مع كتاب وملحنين مغاربه، وتنتمنى ان شاء الله انه يعجب الجمهور. البداية كانت أغنية خليجية ومن بعدها أغنية عراقية. بحكم أنني مستقرة في الخليج يعني تنشتغل حفلات هناك، فكان يعني في البداية تقترحوا علي أغاني خليجية أكثر من أغاني مغربية، ما كنتش لاقية أغنية مغربية اللي اقتنعت بها 100%، وهذا الشيء هذا السبب الوحيد يعني، وبحكم أنني متواجدة هناك أكثر من المغرب. ولكن دابا شوية عاوتاني شديت زبيت المغرب وبديت تنشتغل على أعمال مغربية إن شاء الله. جدا مطلوبه الاعمال المغربيه بكثره في الخليج، لانه دابا المغرب ماشي غير في الخليج، بارتو يعني اكتسحت الاغنيه المغربيه ما شاء الله بفضل اجتهاد ومجهود الشباب اللي تنشوفهم، ولينا كنشوفوا كل نهار كتخرج اغنيه جديده، وهذا الشيء حاجه زوينه لانه توصل الاغنيه المغربيه للخارج عموما. يعني اش غادي نقول لك، تنشوف اسماء المنور، دنيا بطمه، الفنانة جميلة البدوي، الفنان سعد المجرد قبل ما يوقع له المشكل اللي هو فيه الله يفكو على خير إن شاء الله، ولكن الفنان سعيد الصنهاجي بكثرة الدودية كان موت عليها، تحية للدودية. فوالا دوما الأسماء اللي كنشوفهم مطلوبين بكثرة في الخليج. سيسي جاني عرض قبل في مسلسل كويتي، بالحق ما كانش الظروف ملائمة أنني نتواجد معهم في التصوير في الوقت اللي هم طلبوا مني، وحتى أنا ما كنتش متشجعة يعني على التمثيل فوقتها بزاف، ولكن دابا يقدر يكون شي حاجة يعني في المغرب ماشي في الخليج. ممكن كاين عروض ولكن مازال يعني غير هضرة، مازال ما خديتش قرار. غير الغناء اش غادي نقول لك، كاين بزاف ديال الحاجات يعني، عندي طموح، انا كيعجبني البيزنس، تنبغي يعني انا يكون عندي الى جانب الفن يعني ان بيزنس اللي نشغل راسي به وهذا، فتنشتغل على هذا الموضوع. وطبعا كل بنت كتطمح انه تكون اسره ويكون عندها اطفال وزوج وهذا، فطبعا هذه هي الاشياء اللي تنفكر فيها في المستقبل. غادي نختار الاسره طبعا، لانه الا كنت كنبغيك نموت عليه نختار الاسره. طبعا الفن شي حاجه اللي ماشي دائما، شي حاجه اللي كنبغيها وكنديرها دابا، ولكن الا جا الشخص اللي غادي نشاركو حياتي راه سميتها مشاركه ديال الحياه، يعني ما غاديش نخلي الاستقرار والاسره اللي هي اللي كدوم ليك على ود الفن. يعني الفن عنده وقيته، وحنا عارفين بانه تنتهي المجد اللي كدوز منه كامل والشهره وهذا الشيء كله كينتهي. انا عندي نظام غذائي فين ما كنت، عندي نفس النظام، هو الدليفري، هو كنطلب من المطاعم فين ما كنت في المغرب برا المغرب، ولكن حتى في دبي كنطلب دائما من مطاعم لان انا فاشله في الطياب كنعترف لكم، ولكن تنطلب من مطاعم مغربيه يعني جميع الشهيوات تبارك الله اللي عندهم. وفوالا ما تنحرمش راسي يعني من الاكل المغربي، حتى لو انني مستقره في الخليج. قلبي يوجعني، فراق دمرني، صرت من دون البشر حيل مهبي، راح لحنين بعد مهين، اخذ صحتي بغيبته وظل المرض بيا.